وهزي أولادهم واشفي أمراضهم
الله وذلك أمر في حركته وسكنته وفي أمواله وذريته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائجكم وحوائج المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدنا من تعلق بنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما علينا من العذاب وما تعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت بكل شيء عليم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم غيث يا ربي غيث النافعان واهدنا واهدنا من تعلق بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في نسألك به نبيك صلى الله عليه وسلم ونسألك نسألك به نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلامكم لا إله إلا الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بحرمة الله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.